يعني مثل ما تعرف احنا عملنا في عنا تعليمات معدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين، وهذه مطالب يعني حتى الجميع احنا نرصد انه كان الرغبة في اعطاء وزن للأقدمية. بالتأكيد يعني ما في اشي نخفيه، لما منغير في معايير التنافس ونعطي الأقدمية وزن اكبر سينعكس على ترتيب المتقدمين بطلبات توظيف، وهذه حقيقة لازم نعترف فيها. واحنا في الديوان نحكي انه الأقدمية كل ما كان الشخص المتقدم بطلب اقدم في التخرج وفي تقديم الطلب بيكون له علامات اكثر، ولذلك راح ياخذ دور متقدم. واحنا يعني مثل ما تعرف دائما التركيز على هذه القضية. الان بجوز في ناس كثير من خلال ملاحظات اللي قرأتها انه في ناس انا ما تعينت او دوري كان الاول او كذا، بجوز لطالما احنا كررنا العبارة واحنا بنكررها كمان المرة هذه، الديوان منظم لعملية التعيين، يعني ديوان الخدمة المدنية لا يملي على الدوائر حاجتها من التخصصات ولا على المناطق ولا يعني بيجينا الطلبية من قبل وزارة التربية والتعليم او الصحة او وزارة الطاقة او الثقافة محدد فيها المؤهل والتخصص والجنس والعدد. يعني وزير الأشغال العامة إذا عنده شواغر مهندسين هو بيحدد إنه بده هندسة مدنية أو ميكانيك أو معماري، وبده على الكرك أو على العجون أو على المفرز، فهذا مش اختصاص الديوان. ممكن الأستاذنا يكون دور الأول وما يتعين لأنه ما انطلب، وفي حال إذا تم طلب تخصصه سيتم تعيينه. لكن أنا لفت انتباهي في أخت أول ملاحظة إنه أنا براجع الديوان ما حدا بيستقبلني أو كذا، لا، الديوان أنا بعلن وبتحمل يعني مسؤولية هذا الأمر. الديوان دائرة مفتوحة على المراجعين وعلى متلقي الخدمة، بدءا من مكتب عطوفة الرئيس لعطوفة الأمين لكافة المدراء لخدمة الجمهور. إحنا دائرة هذه موجودة لخدمة المواطنين، ولولا المواطن لا داعي لهذه الدائرة. فلذلك إحنا أي مراجع مفتوحة كل مكاتبنا لاستقباله، وهذا الواقع وهذا الصح. يعني كان في الأول الأقدمية إلى 20 علامة، الآن يعني إحنا أعطينا للأقدمية 50 نقطة، 30 لسنة التخرج و20 لسنة تقديم الطلب. فأنت بتحكي عن الأقدمية عن 50 نقطة، 50% من العلامات هي للأقدمية، العلامة عندنا من 150 للأقدمية. ولذلك إحنا نذكرها تعديل النقاط والأوزان سينعكس على الأدوار ويعطي فرصة أكبر للخريج الأقدم. وأنا بعتقد يعني هذه انسجمت التعليمات مع مطالب كثير من المراجعين ومجلس النواب طالب بهذا الأمر ومجلس الأعيان. فإحنا أعطينا يعني دائما بيحكونا يا أخي الأقدمية هي مهمة، إحنا بالتأكيد هذا سينعكس على أدوار الناس، لكن ما أهملنا الكفاءة. بنفس الوقت أعطينا 10 نقاط للمؤهل العلمي وعشر نقاط ثانوي العام، يعني بواقع 20 علامة. يعني أي شخص بده يستفسر عن معلوماته ليش فلان صار أمامه، أنت ما بتعرف إحنا الآن إنا مندوبين في كل الألوية ومراكز المحافظات المملكة، الآن موجودين، يستطيع الشخص إنه يراجع المندوب ومن حقه يطلع على كل المعلومات. إذا حد يحكي معنا في الديوان هنا إحنا في عندنا غرفة عمليات الآن موجودين للاستفسار عن أي نقطة أو أي استفسار للأخوة المراجعين. لا يمكن إنه إحنا يعني نغفل قضية الشفافية في التعامل مع المواطنين ومع المراجعين، إنه إحنا عندنا 271 72 ألف طلب، 272 ألف طلب، 77% منهم إناث. إذا يعني إحنا الوزن المشكلة إذا جاز نسميها بهذا الاسم هي في أعداد المتقدمات لطلبات توظيف. وإحنا بنحكي دائما في اللغة الإنجليزية لما نحكي إنه إحنا عندنا في المملكة 12 ألف خريجة، نحكي معلم الصف في عندنا بالإناث 16 ألف خريجة، بعتقد إنه هذا رقم يعني كثير القبول مبالغ فيه في الجامعات في التخصصات للإناث. طبعا بالتأكيد في محدودية للجهاز الحكومي، قدرة محدودة على استيعاب أعداد الخريجين، وإحنا سنويا بنعين من 9 إلى 11 ألف، بدنا نحكي بمتوسط 10 ألاف سنويا. هذا يعني هذا الرقم ما راح يحل مشكلة يعني الجهاز الحكومي، لا ولن يحل مشكلة البطالة في الأردن. حال الجهاز الحكومي في الأردن حال كل دول العالم إلها قدرة على استيعاب الخريجين، لكن احنا بنحكي القطاع الخاص مسؤول. السبب بيكون إما بيشتغل في إحدى الجامعات الرسمية أو مستشفى حمزة
الامير حمزه او مستشفى الملك عبد الله المؤسس او مستشفى الجامعه الاردنيه او في احد الاجهزه الامنيه الامن او الدرك الامن العام او الدرك او القوات المسلحه او البلديات. الان اي واحد بيشتغل هذه دوائر حكوميه، يعني ما بيصير الاستاذ نايف او خالد الغرايبي بيشتغل في مستشفى الامير حمزه وله دور عندنا، صح هذا ابدا، ولذلك احنا استبعدناهم. والله اذا طلبت وزاره التربيه والتعليم من الدبلوم، واحنا بنعرف يعني تركيز وزاره التربيه والتعليم على البكالوريوس على الجامعيين وعلى الماجستير، لكن بكل الاحوال اذا طلب يعني دبلوم او بكالوريوس او ماجستير مهمه الديوان يلبي احتياجات الدائره وفق ما يطلب، واحنا بنعرف انه الدبلوم بيتم تعيينه على الفئه الثانيه، جامعيين يتم تعيينهم على الفئه الاولى، وايضا الدبلوم يجوز له في حال الاعلان على وظائف الفئه الثالثه زي الطابعات كذا بيحق لهم يتقدموا ويتنافسوا على وظائف الفئه الثالثه، يعني الاطباء يعني احنا سنويا نستنتج كل المتقدمين، انا متاكد هذا الشخص اللي بيحكيه هو خريج 2012 او 2013، يعني ما بتحكي عن سنوات، بعتقد انه ممكن تحكي عن اشهر او سنه او اقل، يعني اذا بالكثير بالكثير هو صار له سنه مقدم عندنا، بس انا متاكد ما راح يتجاوز ست شهور اللي طلب توظيف عندنا، والان في عندنا دفعه اطباء راح وزاره الصحه يزودونا فيها 180 طبيب، 180 طبيب زودونا فيها وزاره الصحه واحنا زودناهم بالاسماء. فوزارة الصحة يعني بتزودنا بالاحتياجات أول بأول، يعني الطب العام من التخصصات اللي حركة احنا بنسميها حركة الدوران بعرفنا الإداري، يعني حركة الدوران عليها مليحة، ما يعني ما بعتقد إنه الأخ بأقصى الأحوال هو صار له أقل من سنة. الحالات الإنسانية هي غلطانة، هذا الدور العادي، الحالات الإنسانية ما بتغير الدور، ممكن هذا الدور العادي، أما ترتيب على الحالات الإنسانية ما بتغير، لأنه يعتمد تاريخ تقديم الطلب باليوم، وهذا ثابت يعني ما في تغيير نهائي. يعني أنت بجوز قبل دقائق يعني أجبت عن قضية يعني الطلب على الدبلوم هو ضعيف جدا، وإحنا يا إخوان يعني في قضية مهمة جدا، عندنا جمعية الأسر التنموية لهم نافذة عندنا، عندنا صندوق التنمية والتشغيل أيضا لهم نافذة عندنا في الديوان، فيعني إحنا بنشجع أيضا لقناعتنا بمحدودية قدرة الجهاز الحكومي، بنشجع فكرة المشاريع الريادية، وإحنا دائما نذكر المهندس اللي اشتغل في مصنع أو عمل مصنع طباشير في منطقة الجنوب، الآن عنده يعني هذا من القصص الرائدة، عنده 54 موظف، وهذا يعني من تقريبا منافس على مستوى الشرق الأوسط أخونا المهندس اللي فتح هذا المصنع. يعني الجهاز الحكومي ايضا يعني الاخوان والاخوات لو يراجعونا في جمعيه الاسر التنمويه في عندهم مشاريع، مشروع الزهار اسمه ولهم مندوبه عندنا ممكن يستفيدوا من مشاريعها. والله حتى الاخت الكريمه هذه لو دورها الاول اذا لم يطلب تخصصها ماذا يعني رئيس الديوان او ديوان الخدمه المدنيه لا يملك انه يرسل شخص مثلا تخصصه عربي او فيزياء، لانه لو بدك تودي لوزاره التربيه يعني حقهم يقول لك انت ليش بعت لي هذا التخصص انا مش طالبه، لو انا محتاج مثلا تخصص كان انا طلبته منك يا ديوان الخدمة. احنا الان الحالات الانسانيه لو بجوز حتى ذكرنا كان بالتعليمات السابقه لهم 6% الان لهم 10%، يعني من كل 100 شاغر راح يتعين 10 اشخاص، من ال 1000 راح يتعين 100 حالات انسانيه، بعتقد انه يعني خطوه تخدم الحالات الانسانيه، لانه احنا دائما ننظر للحالات الانسانيه انه النهوض بمستوى اسره، لكن احنا ما بنقدر نتجاوز النسبه، واعتقد يعني بما انه الدور الاول او دورها الاول الاخت او الاخ اللي بيحكي يعني ممكن السنة هذه إن شاء الله يكون لهم فرصة.